الله انا ماشي على الله. بس لا تصعبوا. كيف سرعه بديهه عندك؟ شو قلت؟ مو زياده زياده يعني، بس ماشي الحال. معناتها انت سرعه بديهه عندك مو 50. عرفتك انه انت ما بتبيض. الله يوفقك. تعرفيني عنها؟ فاطمة. كيف سرعة البديهة عندك؟ شو قلت؟ كيف سرعة البديهة عندك؟ ماشي حالة. يعني في سرعة بديهة؟ يعني. يعني من 100 قديه؟ 5. ومن 50؟ 25. 25. 10. بتعرفي شو هو الشيء اللي وزنه قد ريشة نعامة بس ما فينا نحتفظ فيه؟ وزنه قد ريشة. فينا نحتفظ فيه لوقت خفيف، وقت صغير بس. شوف ما بعرف. عرفتي؟ ابدا؟ طيب اذا كانت الساعة 4 الا 10 يعني 54 دقيقة تمام؟ قد ايه اذا عكسناهم قد ايه بتصير؟ اذا عكسنا العقارب بتصير 7. لا مو 7 ولا 6. لكم؟ اذا العقرب على الأربعة وعقرب على العشرة إذا عكسناهم شو بتصير؟ يعني إذا بتتحول الساعة عكسنا العقارب بتصير 50. الخمسين إذا بتكون 10 على العشرة. أي عشرة وربع. غلط. نكا. إذا العقرب على الأربعة تمام؟ على الأربعة بتكون وربع؟ لك وثلث. معناتها أنت سرعة البديهة عندك مو 50. أقل، ما قلت لك أنا. لا عم بمزح فاطمة، شوي السؤال بيضيع. كم سؤال صرت سألك فاطمة؟ واحد. اثنين. بس؟ يعني أنا واحد؟ اثنين. شو أول سؤال سألتك يعني؟ تبع الريشة وما ريشة وما بعرف شو. السؤال الثالث، البيضة جديك كم بيضة ببيض باليوم؟ ما ببيض ولا بيضة. ليش؟ لأنه ديك. ديك ما ببيض؟ لا، ليش أنت بتبيض؟ الله يوفقك. فاطمة أنت مهضومة. أنت ربحتي معنا جائزة مقدمة من يلا تي في تمام؟ من برنامج تراي أجين. بتعرف شو يعني تراي أجين؟ شو يعني؟ يعني حاول مجددا. رح حاول. لا أنت عرفتي. حاول. حاولي. إيه أنا على طول بحاول. خلي أنا عندي ذكاء. في هلا في؟ أنا عندي ذكاء لأنه عرفتك إنه أنت ما بتبيض. فاطمة أنت عندك ذكاء بس ما عندك سرعة بديهة. لا. يعني الله عاطيكي شيء وحارمك منه. مترددة، أنا على طول مترددة. يعني بكون بعرف بس بتردد. أكبر غلط بحياتك. لكن ندمي انك انت تسرعتي ولا تندمي انك ترددت تمام. واذا بتمشي هيك رح تروحي فيها. والله انا ماشي على الله. شكرا فاطمه. اهلين، سلامتك. يسلم. باي. تعرفني عنا؟ علي مسعود. كيف سرعه بديهه عندك؟ ماشي الحال بهالظروف اللي احنا فيها شوي، يعني ماشي الحال. يعني انت حدا بيلقط على الطايه؟ مو زياده يعني، بس ماشي الحال. رح اسالك سؤال. تفضل. شو هو الشيء يلي وزنه خفيف كريش النعام تمام لكن لا نستطيع الاحتفاظ به؟ الهواء. مين هو اللي بشوف صديقه وعدوه بعين واحده؟ صديقه وعدوه بعين واحده. الغربال. غلط. غلط. بعين واحده. الاعور. صح. كمان ما حدا عرفه، انت عم تعرفه. ما شاء الله عليك. ماشي الحال يعني. قلت لك سؤال ثالث بس لا تصعبوا. لا والله بتصعبوا. تشرف. تفضل. بديك كم بيضة بديك باليوم؟ بيبيض باليوم؟ لا بديك ما بيبيض. صح، يعني كم بيضة؟ ما بيبيض ولا بيضة. صح، هي عرفت ثلاثة، شو بدك أحلى منها؟ الله يبارك فيك. أنت ربحت معنا جائزة مقدمة من يلا تي في من برنامج تراي أجين. شكرا. ميرسي. شكرا، شكرا، موفقين على البرنامج. شكرا.